من عمالة تدريب أصلا، وكذلك المجلس البلدي
الأثمان ما يزدقوا بك أن يبقى تحت ما يعفك وخلصوا مهمة أفاك أجي لحفظ ذا مهمة خلوني يا الانطلاق تحت ما يبقى يلا لحفظكم أفاك لصوري عيد أفاك لا صورتوا أفاك تفضل أستاذ أستاذي باش تبان لي ماشي طويله الله يرحم الوالدين الله يرحم الوالدين وكذلك سباق 10 كيلومترات في تواجد مجموعة من الأبطال الذين حلقوا في سماء العالم الدولية والعالمية. واحد نوع الأبطال هو التحق بنا الآن أبطال أحيلوسة. وما نساوش كذلك مجموعة من المشاركين على مستوى إثيوبيا، كينيا، ألمانيا وكذلك الأردن وما نساوش كذلك هناك تونس الشقيقة هي كذلك مشاركة في هذا بالأمس القريب كنا مع العربية للأجيال والشهادة في المنطقة الثانية على مستوى الثانية 8 ميداليات 8 فضيات و6 نحاسيات المرتبة الثانية أمام الشقيقة مصر جمهورية مصر العربية Yeah.
دير مجهود باش ينجح واحد الحالات وحبوه في الطريق حول ممكن ان نجيب بلاد العالميه ورجاء رجاء Thank you.
عمر رشيد أسام المرشح للفوز إن شاء الله، المرشح للفوز في نصف ماراثون الدولي لمدينة أزلال. لأن أجندة مدينة أزلال كانت هذا اليوم الدولي جوباك جون بازيلا.
de sa première édition organisée par l'association Zenda Asile. La décision. استعدادات جارية لإعطاء الانطلاقة الرسمية لمسابقة نصف ماراثون جو بارك دمكود تازيلال. دائما نلاحظ الحضور المكثف ليس فقط